السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون بعض الاشياء عن السيزون القادم بالاضافه لتسريبات واخبار جديده. طبعا شباب، قبل بدايه مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناه، اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى انكم تدعموا المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا انكم تستخدموا كود الدعم YZYZET عندكم في الايتم شوب، بيكون دعم كبير الي. وبس يلا نبلش مقطعنا. طبعا مقطعنا شباب راح يكون عن الاشياء اللي تسربت معانا والاخبار عن اخر تحديث اللي نزل اليوم، بالاضافه لاشياء تسربت للموسم القادم اللي هو الموسم الثالث. فخلينا نتكلم اول شيء عن الاشياء العاديه اللي هي الاشياء المسربه بهذا التحديث، وبعدين نتكلم عن الموسم الثالث. طبعا شباب، في سكنات موجوده معنا كانت من السابق ونزل لها ستايل جديد. هذا السكنين اللي تشوفوهم قدامكم، لو عندك واحد منهم راح تحصل على الستايلين مجانا للناس اللي عندهم هذه السكنات الاثنين. بالاضافه لهذه السكنات الجديده تم اضافتها او تم تسريبها، لسه ما نزلت مثل ما تشوفوا قدامكم. في سكن منهم له اربع ستايلات يشبه سكن القط اللي كان بالسيزون السابع اتوقع، بالاضافه الى ثلاث اسلحه جديده بس مو معروف اذا كانوا للزومبي او كانوا للباتل رويال. تمام، هذه من ناحيه السكنات والاضافات. وبالنسبه لهذا السكن شباب، راح تكون هذه حزمه الخمسة دولار القادمه ان شاء الله لما تنزل، راح اسوي لكم عليها جيف اوي. فخليك متاكد انك مشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان لما اعمل جيف اوي جديد عليها تكون عارف. طبعا شباب، الهيفي سنايبر اللي تشوفوه قدامكم تم تقليل دمجه من 150 الى 130، تم تقليل الدمج من 150 الى 130. وطبعا شباب مثل ما تشوفوا بالصوره، هذه اللي هي باتل باس تايرز، كانت متعودين من البدايه، متعودين من قبل انه تنزل على الايتم شوب بنهايه كل موسم عشان الناس تشتريها وترفع 10 تيارات. هسه هذه ما راح تنزل، الناس اللي تستناها ما راح تنزل، في ناس مو فاهمين. لانه الباتل باس بطل اسمه باتل باس، الباتل باس تحول لصار اكس بي، يعني مو اسمه مش باتل باس، اسمه باتل باس بس بطل يعتمد على التايرز. كان زمان من 1 ل 100 تيارات، واللي يرفع التيارات هم باتل ستار اللي هم النجوم. النجوم كانت ترفع التيارات عندك. ابتداء من الشابتر 2 بطل يعتمد على النجوم التيارات، صار يعتمد على الاكس بي. فصار الليفل تاعك هو الليفل اللي بالباتل باس نفسه، كنت ليفل 4 فانت بالباتل باس 4، فهمت كيف؟ فراح ينزل على ايتم شوب مثل ما تشوفوا قدامكم الدبل اكس بي، هذا لما ينزل على ايتم شوب اتوقع انه بيرفعك 10 ليفلات او شيء معين، يعني 10 تيارات، نقدر نقول 10 تيارات، هم مش تيارات، هم 10 يعني ليفلات بالباتل باس كمان. طب في ناس تسالني ليش ما خلوها ليش ما خلوها تيارات، ليش حطوها اكس بي؟ لانه الشابتر 2 عباره عن ماضي، الشابتر 1 عباره عن حاضر اللعبه. تمام؟ من بداية الشابتر 2 رجعونا على الماضي بعد حدث زيرو بونت النهاية، رجعنا على الماضي عشان فانه على كلامهم انه بالماضي الباتل باس كان هيك شكله وكان اكس بي وما كان تيارات نجوم، انه بالحاضر صار نجوم وتطور اكثر، فهمتوا كيف؟ فبالماضي كان اكس بي اللي احنا فيه هسه حاليا ماضي اللعبة. طبعا شباب، هذه الخريطة على كلام الناس انه راح تكون لطور جديد بسباي جيمز، اتوقع سباي جيمز او طور جديد. للاسف ما قدرت افتح اللعبة لانه لسه تحدث، ما خلص التحديث، بس اتوقع انه خاص بطور سباي جيم او الاوبريشن جيمز، عرفتوه الالعاب الجواسيس. وهذه البوسترات شباب على كلام المسربين انه هذه بوسترات للسيزون الثالث مسربه، ويثبت انه راح يكون في بحر او مياه للسيزون الثالث، يعني مثل ما تشوف قدامكم كيف الصور. فما بعرف يعني، بس شفت الصور هذه استبعدت انه الخريطه القديمه ترجع، مو عارف يعني احتمال ترجع يعني زي ما حكينا، بس انه الخريطه ما فيها بحر القديمه صح، الخريطه القديمه بالشابتر 1 ما كان فيها بحر، مو عارف صراحة هاي البوسترات. وفي اشي ثاني كمان اثبت لي انه كمان راح يكون بحر، بس اثبت لكم في مسرب شباب بالعادة يسرب اشياء موثوقة، وسرب اكثر من شغلة من قبل بفورتنايت وطلع تسريبه صح، سرب لنا معلومات تشوفوها قدامكم. بقول لك the main theme of the season will be water، يعني بقول لك انه السيزون القادم راح يكون عبارة عن مياه. تمام؟ the center of the map will be a big plaza، يعني مركز المدينة. مثلا كيف هسه مركز المدينة هي الوكالة، مثلا بالسيزون القادم ما راح يكون وكالة، راح يكون عبارة عن بيج بلازا اللي هي ساحة كبيرة، هذا مركز المدينة. ثلاث، there will be blue phone boats if you get in you can change your skin mid game، اتوقع قصده عن كمية الهاتف اللي معانا حاليا انه راح تضل الموسم القادم، لانه اذا انت دخلت فيها راح تغير ملابسك يور سكن ميد جيم. ما بعرف اذا نفس الفكرة او تختلف شيء بسيط، بس مو فاهمها بصراحة، اتوقع نفس كمية الهاتف. رقم 4، there will be games in the plaza، sky diving challenge parkour challenge boat racing، بقول لك انه هناك راح يكون في البلازا الساحه نفسها بنص الماب العاب زي sky diving
ما اعرفش قصده الغوص، انك تغوص بالماي، وتحديات وباركورات وسباق قوارب. اي راح تكون عند الساحه الكبيره الموجوده بنص الماب، راح يكون في تحديات وباركورات فيها، يعني فهمتوا كيف؟ طيب رقم 5 Sharks will be a new vehicle. شو معنى الكلام هذا؟ انه المركبة الجديدة اللي راح يتم اضافتها بالموسم الثالث اللي هو القادم راح تكون عبارة عن Sharks، اللي هو قرش. راح تصير تركب سمكة قرش، مش سمكة قرش، مركبة بشكل قرش تركبه وتتحكم فيه، تمام؟ هذا راح تكون المركبة الجديدة بالموسم الثالث على كلام هذا المسرب. رقم 6 There is gonna be a female Black Knight. معنى كلامه انه راح يكون في نسخة البنت من سكن بلاك نايت، سكن الشيطان، راح يكون في منه نسخة اللي هي شيطونة. فان شاء الله انها تنزل بالباتل باس القادم، ما تنزل على الايتم شوب، انه احتمال تكون سكن بالموسم الثالث، بس الموسم الثالث في بعض السكنات منها تنزل ايتم شوب وبعض السكنات تنزل منها باتل باس، فنتمنى يكون سكن شيطونة باتل باس. رقم 7 There is a picture on my desk. It's a girl. She will be a skin in the battle pass. بقول لك انه بغرفة مايدس او الديسك تاع مايدس اللي هو المكتب في صورة جير اللي هو الفتاة اللي هي حبيبته كان نقول عنها. هذا البنت بقول لك انه راح تكون سكن بالباتل باس القادم على كلامه. طيب رقم 8 There will be a new Muscles skin. It will have Muscles head on a robot body. بقول لك انه راح يكون في سكن لميوسكلز اخر. ميوسكلز اللي سكن القط تشوفه قدامكم راح يكون له سكن اخر في الباتل باس القادم، بس راح يكون بيحتوي على راس الميوسكلز اللي عندنا بس على جسم روبوت، يعني نفس راس سكن ميوسكلز بس حاطينه على جسم روبوت، راح يكون للموسم القادم على ما اعتقد باتل باس او ممكن ايتم شوب لانه مو ذاكر. طبعا تسمع صوت صافرات الانذار، بس ما راح اوقف التصوير لانه بدي اكمل، فتحمر الصوت اذا واصل عندكم اصلا. طيب رقم 9 There will be a black and purple skin remix of technique and a female version of the dark voyager. طبعا شباب بحثت على اسامي السكنات وعرفت النكس كيف راح يكون. راح يكون النكس سكن جاي خليط من السكنين تشوفون قدامكم، فراح يطلع سكن بتكون من هذا السكنين، تمام؟ ما اعرف كيف راح يكون شكل النهائي، بس هذا السكنين راح يدمجوهم بسكن واحد، هذا اللي فهمته. رقم 10 The secret battle pass skin will be Aquaman. بقول لك انه سكن السر اللي باتل باس راح يكون اسمه اكوامان. نبحث عن سكن اكوامان، بصراحة ما لقيت يعني سكن او اشي معين، انه هو شخصية من مارفل او من افلام اللي اكوامان او الاكوامان، فان شاء الله يكون الكلام صح ويكون السكن خرافي وينزل يكون سكن السر للموسم القادم. 11 بقول لك الشادو والوين ذا ايجنسي. بقول لك برقم 11 انه الشادو اللي راح يفوز بالوكالة. هسه حاليا احنا عايشين بصراع بين الجوست والشادو، الشبح والظل، تمام؟ اللي بيفوز اتوقع انه هو قصده باخذ الوكاله، فاتوقع انه اللي بيفوز اللي هو الشادو فباخذ الوكاله، بيفوز بالوكاله فوز يعني بيحصلوا عليها. رقم 12 There will be customizable umbrella just like Maya this season. بيقول لك انه الموسم القادم راح يكون اشي اللي تشتغل عليه تعمل له تعديل، مش كيف الموسم هسه احنا فيه مايا سكن مايا، الموسم القادم راح يكون في امبريلا اللي هي مظله، تقعد المظلة تلون فيها وتتعدل عليها بكيفك على حسب كلام هذا المسرب. رقم 13 There will be environmental fire damage. بقول لك راح يكون في دمج نار، في نار بدمج، كيف ما فهمت انا. رقم 14 There will be a flare gun. انه راح يكون هناك في flare gun. اتوقع انه من الابتداء من الموسم القادم ستطلب الدروبات بفلير gun، ما نعرف شو وظيفتها بس انه راح يكون موجود. There will be something involving fireflies. يعني اللي فهمته انه في مكان راح يكون فيه نار او نيران من نفس المكان نطلع منه، بس وين راح يكون ما بعرف، هل الماب راح تكون مثل ما هي او راح تتغير برضه ما نعرف، بس هذه معلومات تحس في منها اشياء راح تصير لانه هذا المسرب يعني كثير سرب اشياء قويه. فانتوا شو رايكم بالمعلومات اللي تشوفوها قدامكم؟ هل تتوقعوا انه هذه المعلومات صح او في اشياء منها صح او اشياء غلط؟ اكتبوا لي بالتعليقات لاني راح اشوف كل التعليقات. انا من علي اتوقع في منها اشياء راح تكون صح موجوده الموسم القادم، مثل الشارك اللي هو وسيله التنقل، اتوقع يعني توقع قوي انه يكون موجود. فانتوا اكتبوا لي رايكم بالتعليقات بالنسبه لهذه المعلومات، شو الاشياء اللي تشوفوها منها صح وشو الاشياء اللي تشوفوها منها غلط. وبس شباب اكون وضحت لكم التسريبات والاخبار اللي صارت لتحديث اليوم وسربت لكم الاشياء اللي راح تصير بالموسم القادم، فاتمنى من كل شخص فيكم استفاد المقطع انه ينشره بكل مكان حتى الكل يستفيد.
واتمنى اذا حبيت تدعم القناه انكم تستخدموا كود الدعم وايزد وايزد اي تي عندكم في الايتم شوب. طبعا شباب اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اتمنى انكم تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، واتمنى تدعموا المقطع بلايك، خلونا نحاول نوصل المقطع ل 20,000 لايك. طبعا لا تنسوا انه السحب على الجيفوي راح يكون يوم على الساعه 9 على ستوري الانستغرام، فرابط الانستغرام تلقوه بالوصف عشان تشوف السحب على الساعه 9 لما ينزل.